السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عشت لكم بحلقه جديده من سلسله كول اوف ديوتي مودرن وارفير 2. هنا وصلنا في المقطع السابق لاني سافر في البوتش ولديها سلاح سنايبر ستقوم بمساعدتنا، وها نحن هنا انا وهذا الصديق صديقنا. اي ماذا سنفعل بالضبط لازلت لا اعرف، لكننا نرتدي رفاق تلك الاعشاء. توقعت باننا نحن هؤلاء، لكن لا، نحن موجودون في الخلف. نعم بالفعل ها نحن ده. نحن هم هؤلاء، نرتدي تقريبا نفس الشيء كذلك، مختبئون اسفل من الاعشاب. سوليد واتشر 2 داون، ومنابقات الاثنين. هذه الحلقة بالضبط ممكن ان تكون فيها المونتاج، وسأخبركم لماذا. المهم هؤلاء هم الاشخاص. شيفت ممكن افعل مزيد من الزوم. نعم الكارتيل 100% لانهم يرتدون الملابس العادية الخاصة بالعصابات. هؤلاء هم الكارتيل. الان سنتحرك. شاهدوا الجراج، شاهدوا الجرافيك، شاهدوا الكواليتي. كواليتي الخاصة باللعبة خطيرة، أعجبتني وأدهشتني في نفس الوقت. صديقنا هو هذا. سنذهب الآن وسط من الأعشاب لكي لا يقوم برؤيتنا. الفتاة صديقتنا فإنها موجودة في القارب، ونحن سنتحرك. لقد رأيتهم. شخصان رأيت. متأسف. أردت التحرك يا رفاق وصعدت عشوائيا. نعم لقد رأيتهم، دونت وري. انتظر سأصعد قليلا هنا. اوكي سأقوم بقتل هذا انت اقتل الشخص الاخر. تم تدميره. يس بولز اي. اصلا اولئك الاشخاص لم يكونوا مختبئين جيدا في الاعشاب، لان جسدهم كان ظاهر. طريقة فعل الريلود سريعة جدا، وهذا السلاح هو اقوى سلاح سنايبر موجود في الحياة. يعني رصاصة واحدة فقط سيموت الشخص في اي مكان في الجسد، فقط لا يجب عليه ان يرتدي الدرع. انتظر هناك شخص اخر جاي. لدينا هذا السلاح ولدينا هذا السلاح، لدينا سلاحان. هؤلاء الاشخاص يسوقون تلك التراكس وهم ذاهبون لمنطقة معينة. الشباب لقد تركناهم هناك، لم يستطيعوا رؤيتنا لحد الان. الامر خطير، لهذا السبب علينا التسلل بهذه الطريقة. هذه المهمة ستكون مملة شيئا ما، لكنها ممتعة لاننا سنجرب شيء جديد. لماذا مملة؟ ببساطة سلاح سنايبر، عليكم التحرك بتسلل. اغلب السنايبرز، اغلب العساكر المتخصصون في السنايبر فان عملهم ممل، يعني انهم يرتدون الازياء التنكرية، يا اما ازياء خاصة بالثلج، يا اما ازياء خاصة بالربيع كما نفعل نحن الان، ويجلسون في منطقة معينة وينتظرون ساعات طويلة. ممكن ان يجلس في ذلك المكان ما يقارب 7 ساعات 8 ساعات بلا ملل ولا كلام، ونحن نتمشى فوق من الطين. شاتشو لكن الجرافيك خاطر، اعجبني الجرافيك صراحة. اوكي الان سنقوم يا اصدقاء بالتوغل بهذه الطريقة. نلحق بصديق. رأيت الكارتيلز، هم يراقبون المكان جيدا، لهذا السبب علينا الحذر. جايين. رأيت على اليسار. صديقي نزل الارض، انا كذلك سأنزل للارض. هنا سيحدث شيء ما. عن تجربة يا اصدقاء، اذا بقيتم هنا في هذا المكان سنضغط على 3 لكي نخبئ السلاح، سيكتشفونكم. عليكم الصعود قليلا هنا والجلوس بالقرب من صديقكم في هذه الضفة هكذا. بهذه الطريقة لن يكشفوا أمركم، لأنني كما قلت لكم، لأن سابقا لعبت هذه المهمة وجلست على يمين صديقي. هذا الشخص الأول الذي مر لم يراني، الشخص الثاني كذلك الذي سيمر على اليسار لم يراني لأني كنت بعيد عليه. الآن قريب منه رغم كل هذا فإنه لن يراني، لكن هناك شخص آخر سيأتي، وذلك الشخص إذا كنتم جالسين على اليمين شيئا ما سيراكم يا رفاق. ها هو، رأيتم هو جاي لوحده الآن. جاي. إذا كنتم على اليمين سيراكم، وراقبوا الشيء الذي سيحدث. سيقترب من صديقي وسيضرب في رجل صديقي. لم يضرب الآن في رجل صديقي، سابقا ضرب في رجل صديقي لكنه لم يراه وذهب. وتقريبا هذا يا أصدقاء، لقد ذهبوا. رأيتم بالخلف منا الآن، قد ذهبوا ولدينا شخصان. الشيء الذي سنفعله سأقوم باختيار السلاح الآخر لأنه سايلانسر، سأقوم بقتل هذا وصديقي سيقوم بقتل الشخص الآخر. أحسنت صديقي، دمرها بالسنايبر، أنا قمت بتدميره بالسلاح العادي. والآن سنتحرك. وير سيف تمو. هو صديقنا هنا. كود بي مان انسايد، يجب علينا أخذ هذا الهارت بيت سنسر واستعماله، وهذا الهارت بيت سنسر سيكون صديقا لكم في هذه المهمة. الهارت بيت سنسر هو صديقكم الوفي في هذه المهمة فما فوق. هل ركزتم جيدا؟ الهارت بيت سنسر هو يحس بقلوب الناس، يعني إذا جيت لهذه البنية وفعلت هكذا لا يوجد أي شيء داخل بهذه داخل من تلك البنية. لكن هنا رأيتهم الناس، يعني أن الناس موجودون في تلك الضفة، لكن داخل البناية
أمامنا أصلا لا يوجد أي أحد. لكن I need to keep low لأنني إذا وقفت هكذا ممكن أن يروني في الضفة الأخرى. وما علينا فعله فقط هو التحرك ومتابعة الطريق. راقبوا يا أصدقاء ماذا يوجد هناك. رأيتهم أعداء، الأعداء كثير، تقريبا 89 متر. هناك 88، 83 متر. صديقي أين أنت؟ أو صديقي لازال يتحرك. وهنا يمكنكم التحدث كيت واتشر لازويل، تحدث مع لازويل، وهذا عبارة عن شيت شات بسيط جدا موجود في اللعبة لكي لا تحسوا شيئا ما في الملل وتتحدثوا مع الناس. لكن بما أن لا يوجد أي أحد سنتحرك، كل هذا من أجل تلك الصواريخ، لأن تلك الصواريخ إذا قام بإرسالها على أمريكا أي مدينة فإن الكارثة ستحدث، والمخابرات الأمريكية سمعتها ستنزل للحضيض. وبهذا يا أصدقاء سنكون تقريبا قد وصلنا للمنطقة. المين بيلدين فإنها موجودة أمامنا مباشرة، سنأتي إلى هنا لكي نقوم باستعمال سلاح سنايبر. حسنا يا صديقي، let's go get in the grass. وهيا لكي نكتشف. لدينا هنا أشخاص مسلحون، هنا أشخاص مسلحون كذلك، هنا أشخاص عاديون، هؤلاء الأشخاص ليست لديهم أسلحة. الآن سننتظر. هذا الشخص لديه آلة ما سيقوم باستعمالها في الديستنس، وبعدها سيخبرني. عليكم السماع جيدا في هذه المهمة لكي تفعلها بيننا. سيخبرني يا أصدقاء، وأنا ما علي فعله فقط هو التطبيق. اسمعوا هؤلاء. He's mine. 2.5 notches. رأيتم النوتش؟ النوتش هي تلك العلامات. 2.5 notches. يعني لدينا النوتش الأولى هاي في رأسه، النوتش الثانية في رأسه. إنهالف. نعم لقد رأيته. إنهالف الآن سأصيبه. لا يجب عليكم التسديد هكذا في النقطة في الوسط. إنهالف. تم تدميره. اسمعوا الكلام جيدا. لو حاولتم التسديد عليه في النقطة في الوسط لن تصيبه لأنه بعيد. الرصاصة ستطير وستنزل بسبب الجاذبية. هذا. 3 notches. سأنتظره حتى يتوقف. وبعدها سأستعمل 3 notches في العنق. راقبوا. بام. تمت تدميره. I smoked him. هؤلاء الأشخاص هم أناس عاديون، ليسوا مسلحين. نأتي الآن هذا. 2 notches. 2.5. أوكي. بام. تنفس. Let's go. تشيس يا حبيبي في الصدر. هنا في إمكاني فعل استراتيجية وهو التحرك ومحاولة إصابة هذا مع هذا في نفس الوقت. وصديقي سيقوم بإصابة هذا، لكن الأمر خطير. إذا فعلنا هذه الاستراتيجية يمكن أن يكشفوا أمره. لهذا السبب سأتركهم الآن. هناك هذا. 3 notches. 1 2 3. شيد. بام. تم تدميره. جيد صديقنا ضرب ذلك الشخص أسفل من السيارة. لدينا هنا شخصان. 3.5 notches. هل شاهدتم هذا الشخص؟ فإنه بعيد. 3.5 notches. سأحاول إصابة ذلك المغفل. جيد. والشخص الآخر الذي يتحرك لك يا صديقي هنا كما تشاهدون هذا الكلب. He's not alone. هؤلاء الأشخاص يرونها. حسنا. نعم. 4 notches. بعيدون كثيرا. تم تدميرهم. Let's go. واو. نعود الآن لهذا. هذا لقد تحرك. شو. أوكي. من الضروري فعل الشيفت يا أصدقاء البروجيكت. رأيتم الأعشاب. جرافيك خاطئ. المهم الآن سأكتشف هل سأستطيع قنص شخصان معا. لازلت لا أستطيع للتحرك. 3 notches. أوكي. يتحرك يا أيها الكلب. أوه مشكلة. انتظر قليلا. تم تدميرهم. أحسنت. واو الأمر خطير يا رفاق. 3 notches. بوم. تم تدميره. ذلك الشخص هناك. 3.5 notches. بوم. في الحقيبة يا حبيبي. هذا. 3.5 notches. بوم. تم تدميره. اسمعوا الكلام وطبقوا ولا تقلقوا. هؤلاء الكلاب.
سام ماي سبليس اوف. اوكي هنا حسنا هي 3 ان ذا هالف ناتشز، هذا في الراس والاخر في الدينغ دونغ على ما اعتقد. جايين الماتش دمير انا بقي فقط هؤلاء 3 ناتشز الماتش دمير بقي الان 3 اشخاص فقط. سنشوغال تويد وان بوليت، اولئك الاشخاص امرهم ليس خطير لان علي الدها في هذا الاتجاه لكي استطيع فعل اللاين اب. ممتاز الان الامر جيد. 3 ناتشز تم ماتش دميرهم اي سموك دام ليتس جو. الان لحظة التشوغل بلا كذب سنذهب هيا المهمة لازالت لم تنتهي تقريبا. هاته المهمة الخاصة بالقنص هي اطول مهمة لعبتها في اللعبة. Why me in not you 6 لن اقول اي شيء لان هنا قال لي اذهب توغل. نعم 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 اعتقد شيء الذي سيحدث في هاته الاثناء سيأتون. لم يكتشفوا امر يعني انه لن يأتي اي شخص. انتظر انتظر اولا يجب علي رؤيتهم. لم يروني لم يروني. نعم لا تقلق لا تقلق كلاب. هؤلاء الاشخاص لو قاموا باكتشاف امركم الشيء الذي سيحدث هو انهم سينزلون سينزلون. نعم 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 لقد نزلوا نزلوا. رأوني رأوني. شحرك شحرك بسرعة. كلاب في الفوق. سأقوم بتخبئة السلاح. لم يروني لم يروني. ها هو الكلب. واو 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 يور كرير ليتس جو ليتس جو. واو واو كادوا ان يدمروا يديهم. اسلحتهم جيده كذلك الحمد لله. جاء الكلاب يا اصدقائي لكي يبحثوا رغم اني فعلت المهمه بطريقه التسلل وقتلت الجميع. لا يجب عليهم المجيء. امر خطير يا اصدقائي. وطريقه الايمين عندهم فانها خطيره كذلك. عندما نزلت الاعشاب لم يستطع رؤيتي بسهوله وهنا استنتج يمكن النزول يا رفاق والتسديد عليهم وصديقكم سيسدد كذلك بسلاح سنايبر يعني أمنا سيقوم بدعمكم من الخارج. الان يجب علينا التشغل داخل من هذه البنايات واكتشافها. هناك اعداء. نعم هناك اعداء داخل من هذه البنايات. اول شيء سناتي لهذه الوير هاوس. طريقه تدمير الاعداء فانها ليست سهله وليست صعبه لكن من الضروري فعل هذه الاستراتيجيه اصدقاء. وانهاء عدد قليل من الكلاب. هرب رأيتم سدد وهرب الكلب. من أين جاي الكلب؟ كلب خاف على حياتي جبان بس أنا استمر. أين هو؟ داب داب هنا مغفل. أين أنت؟ واو شخصان. من الضروري النزول لكن ليست لدي منطقة أختبئ فيها لكي أسدد. هذا هو المشكل. ها واو كلب رأيتموه؟ أين مختبئ؟ لم أستطع إصابته. ها واو جاء موت. أي سموك دهم المين مزيد. هناك كلبان في هذه الضفة. لا 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 أتوقع بأنني قتلت الجميع. نعم 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 هناك أشخاص لازال هناك أشخاص في هذه الضفة أنا متأكد. سأنزل يا أصدقاء سأختبئ هنا. عرفته عرفته لأني لا أستطيع رؤيتهم وهم مختبئون. مش أنت مش أنت. هناك شخص آخر. أين أنت يا أيها الكلب؟ نعم هناك شخص قريب مني. هاو هاو كلب أحسست به بهذه الآلة. الحمد لله الحمد لله كليرين تشيك بوينت إز كلير. الأمر ليتس جو. الآن سنحاول البحث عن الميسايلز الخاصة بحسان. ممكن أن تكون هنا لأنهم حاولوا تأمين هذه المنطقة. لدينا كنتينر واحد تقريبا هو عينا فتحه لكي نكشف ماذا يوجد وسط ميناء. واو المخدرات والأسلحة. كارتيل أوت بوست العصابات. لقد رأيت الأسلحة ورأيت كذلك واو ديزرت إيجل طعم طعم لكن سلاحي أفضله. المهم يا أصدقاء لا يوجد أي شيء في هذا المكان. clear the building. الآن سنذهب للبويلدين الأخرى.
اوه هناك بترول جاي من البنايات الاخرى. حسنا لا تقلق. اوكي دونت وري. ذهبوا. ها هو ذلك الكلب. تدميره فرغت في ابوه الكلب السلاح ونزل لي مموت بعد. ما هذا الدرع الموجود لديك؟ حسنا لا تقلق تم اصابته. لديهم درع خاطئ. فايف كيف يعني فايف؟ رأيت اثنان فقط. ممكن ان صديقي لقد قام بقتل الباقي. ان سنأتي لهذه البنايه ونقوم بتدمير الاعداء هنا مهما خطيرة هذه بلا كذب. واو 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 شيء شيء رأيتم عدد الأعداء ليس هائل فقط بالكثير. شيء الذي سأفعله بالنسبة لهؤلاء سأحاول إصابتهم من الفوق من السطوح ونفس الاستراتيجية. ها هو كلب. أوكي حسنا الشيء الذي سنفعله الآن نأتي هنا نقوم باختيار تيرغاز نرسل تلك التيرغاز هناك. لا ضربت نفسي بالتيرغاز. هو هذا الكلب تم اصابته. ذلك المغفل اصابته في الرجل. ذلك الكلب اصابته. شخص اخر خرجوا خرجوا لقد خرجوا عندي. صديقي سيقوم بتدميرهم اذا خرجوا تلك الضفه. صديقي سيقوم بتدميرهم. انا ما علي فعله هو فعل كليرين لهذه الضفه. نعم لقد خرج الكلاب. واو صديقي سيقوم بقنصهم اصلا لن اقلق. يجب علي فقط تدمير الشباب في الداخل. هل الجميع خرج؟ نعم اعتقد ذلك. نعم 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 الجميع خرج. اهو اهو يعني ان التيرغاز اشتغل رغم انني اصدقاء لم اصبهم به لكنه اشتغل. جاي جاي صديقي لقد قام بتدمير عدد كثير منهم. الآن سنحاول أخذ السنسر بيس. نزل هناك شخص. المهم شيء الذي سأفعله الآن سأنزل. هناك عدو. لازال هناك عدو وأمامي مباشرة. هناك عدو أنا متأكد. أمامي سيكون هنا. مع الأسف لا يوجد أي أحد. لا يوجد أي أحد. توقعت بأن سيكون هناك شخص هنا لكن لا يوجد أي أحد. ممكن أن ذلك السنسر بيس. أوه هناك شيء ما. السنسر بيس هل يدل على هذه الضفة؟ لا أعرف. المهم دخلنا الآن اكتشفنا الخرائط واكتشفنا بناية أخرى. هذه البناية أصدقاء فإنها بناية خطيرة وهناك نفق أسفل من الأرض إذا ركزوا. هي المنارة والنفق أسفل من الأرض. الأمر خطير جدا. ميت برايس. الآن علي الالتقاء ببرايس. انتظر نكشف أولا هناك منطقة أستطيع ملء فيها الأميونيشن. لا لديهم فقط فواكه البحر. صديقي برايس أين أنت؟ عند القجيز. واو لم أراه. أعدكم أنني لم أراه. هو مختبئ بشكل جيد. هذا الزي صراحة فإنه يصلح. اليوم مهمتنا هي مهمة القنص. سأحاول إنهاء هذه المهمة كلها حتى ولو كان المقطع طويل قليلا. سننهي مهمة القنص ومباشرة بعد بدء المهمة الأخرى مباشرة بعد التغيير للشخص الآخر لكي ندخل ونتوغل سأقوم بإيقاف هذا المقطع. ويرين آرمر يعني علي التسديد للرأس. فهمت. هنا شخصان هناك. هذا الشخص هيا. Two notches. Bomb for the head. تم تدميره. Got him. Bad day to be a lurker. هنا شخصان. Stay sharp. We can't let them rinse the bodies of the other patrol. Take one. I'll dump the other. هيا. Two notches. سأنتظر ذلك الشخص. حسنا سأسدد على هذا. الذي هو جالس. جيد. شخص آخر كذلك لقد توقف. لأن من الصعب التسديد والشخص يتحرك. لدينا هنا شخصان. Two notches. سأنتظره حتى يتوقف. جيد أحسنت يا صديقي. هناك هذا الشخص.
other guy left. He's all yours. Two notches. Two notches. Aim for the head. عليه توقف عليه توقف. أوه دمر صديقي. صديقي خاطئ. هذا. It's just him. Two and a half notches. Two in the half notches. دمرت دميره. I smoked him. وهذا. It's only him. Two and a half. Two in the half notches. هيا يسدد. واو واو واو. تحرك يا أصدقاء في أخير لحظة. ذلك الكلب. Yes, I will shift my position. وسنقوم بقتل اثنان. Two in the half notches. ممتاز. I smoked them. Let's go. لست متأكد لم يخبرني يا أصدقاء. لكنني قمرت. Two in the half notches. ثلاث أشخاص. هناك شخصان. Two in the half notches. Two notches. تمت دميرة. وهذا الكلب. Two in the half notches. تمت دميرة. I smoked him. كم بقي الآن؟ بقي ثلاثة. قمنا بقتل تقريبا الجميع. بقي ثلاثة. لم يبقى الكثير. كيف سأستطيع قتل اثنان بوان بوليت؟ نعم علي الذهاب في هذا الاتجاه. I can smoke him. Two in the half notches. تمت دميرهم. Let's go. Wow, achievement unlocked. Nobody was there. Wow, wow, wow. كلاب جايين. نقوم بقتلهم. المهم علي التوغل الآن. الجراج. وكل الكلاب جايين. سيقفون. واو جايين. مشكل مشكل. سأقوم بحذف السلاح. سأنزل للأرض. Captain, these guys aren't cartel. These guys aren't cartel. لا زويل يكوب بيندس. هؤلاء الأشخاص ليسوا كارتيل. هم يتحدثون باللغة العربية. تشيك. تشيك. سيروني سيروني. خبأت سلاحي. سأحاول التحرك بهذه الطريقة. هذا الشخص سيراني أنا مشاكل. إذا لم أتحرك سيراني. هذا سبب علي التحرك ببطء. تابع حالك هنا. نعم. يتحدثون باللبنانية. من الضروري التحرك يا أصدقاء بهذه الطريقة والابتعاد عنهم. إذا لم تفعلوها سيمسكوكم. لأن سابقا قمت بتجريف أشياء رفاقاتي المهمة. لهذا السبب ستلاحظون بأنني ألعبها بطريقة ذكية. لأن هؤلاء الكلاب سيرونكم إذا بقيتم في منطقة واحدة فقط. الآن سيركبون وسيذهبون على ما أعتقد. الشخص صعد فوق من السيارة. أنت مبرمجة بشكل جيد. المهم هدفي هو الذهاب هناك. لهذا السبب سأتركهم وسأذهب. They're gone. Let's go. You're safe to move. Let's go. I am safe to move. والآن لحظة الذهاب والتوغل هناك لتلك المنارة. بناية خطيرة جدا. كادوا صراحة أن يكشفوا أمرنا يا أصدقاء. البناية الأولى هو الجراج. من الضروري اكتشاف الجراج وبعدها الذهاب للهاوسين. الجراج هنا الهاربيت. هناك أعداء يا أصدقاء. داخل من الجراج هناك أعداء على ما أعتقد. سأحاول الصعود فوق من البناية واكتشاف الأمر. نعم رأيتموهم. كلاب. هل لدي سموك جرنيد؟ مع الأسف ليس لدي تير غاز. نعم لدي سموك جرنيد. لكن التيرغاز غير موجود. المهم شيء اللي سأفعله نقوم بقتلهم بهذه الطريقة. لديه الدير. نعم نسيت. علي تدميره في الرأس وقتله بتلك الطريقة. ولا الكلاب لديهم الدروع. هناك شخص آخر. أين أنت يا ولك؟ لم أرك. حسنا خذ تلك الهدية من عندي. استمتع بتلك الهدية يا صديقي. عجبتك؟ نقوم بقتل اولا هذا الكلب. لديه الدرع. رايتم درع الراس. اصابه صديقي بالخلف من الجدار. لا لا هذا غير معقول صراحه. حسنا خذ تلك الهديه يا المغفل. جرنيت. او مات. هاو هاو شخص اخر لقد جاء. تمت دميره كذلك. هاو هاو كلب تمت دميره. بعد ما سددت الجرنيت هناك جاءوا. The garage is clear. ندخل الجراج الآن ونكشف. ماذا يوجد لديهم؟ الأمينيشن. أعطني الأمينيشن أحتاجها. وما هذا؟ سيرش. الروسيون. الروسيون هم الذين قاموا بتمويلهم بالأسلحة. مشاهدتهم قاموا بتمويل هؤلاء العصابات. الروسيون فإنهم متواطئون. حسنا الآن سنأتي لهذه البناية الثانية. Clear the building هياتي. سأحاول الصعود للسقف. هنا لدينا ما يقارب ستة أشخاص. هو كلب رأيته. زلم يموت بعد. تم إصابته وتم تدميره.
سأرسل هدية للكلاب هناك في تلك الضفة. واو 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 واو، حاولت إرسال الجرنيد ما بين هاته تقريبا الحديدة وتلك، لكن مع الأسف ضربت الجرنيد في الحديدة وانفجرت بسرعة. المهم عرفنا هذا الكلب، نقوم بقتله. الآن سأرسل الجرنيد هناك في الأسفل لكي لا تنفجر علي يا رفاق. مازال لم يمد لك المقفل عليه فعل الايمن لكي استطيع اصابته، لان لديهم الدرع، لديهم درع قوي. قتلنا شخص واحد فقط، هنا هناك شخص اخر، لم استطيع رؤيه اي احد. سارسل جرنيد في ذلك الباب، يمكن ان يكونوا مختبئين هناك. لا ليسوا مختبئين هنا، لا لا اصابتهم اصابتها. ديت فروم ذا اباب، هناك شخص هنا في هذه الضفه، يعني انها سيكون هناك. حسنا خذوا تلك الجرنيد ايها الكلاب. لم اصيبهم، لكن هناك اشخاص يا اصدقاء في هذه الضفه انا متاكد. هنا لا يوجد اي احد هنا، لكن لا اريد النزول. اذا نزلت ليس لدي مكان لكي استطيع فعل الكوفر فيه. نعم نعم هناك نافذة رأيتها. أوه تم تدميره. هناك شخص آخر في تلك الغرفة على ما أعتقد، سأرسل عليه جرنيد. كلاب جيد جيد جيد، أصابته أصابته جيدا، لم يفهم أي شيء، لكنه لازال لم يموت بعد. أوه أظهر وجهك، أظهر وجهك وستموت. إذا نزلت سيقتلوني، لكن علي النزول. أقوم بأخذ الأمونيشن. بعد النزول الأمر الآن أصبح سهل، سهل وهين. نعم لا تقلق. The building is not clear. هم في هذه الضفة. الضفة is cleared. أو الآن سأدمركم يا أيها الكلاب. بعد الدخول للبناية سأدمركم، لأن كأن لديهم أدفانتج، وذلك الأدفانتج هو أنني لا أستطيع رؤيتهم من الفوق بشكل جيد. موت يا أيها الكلب. زال شخص على قيد الحياة وموجود في هذه الضفة. هاو موت، تم تدمير الجميع. Yes, everything is clear. Everything is clear, my friend. هذه البنية كبيرة أكبر من أختها. الآن سنحاول اكتشاف المخدرات. تقريبا لا يوجد أي شيء آخر، فقط المخدرات. المهم الآن يا أصدقاء سيأتي صديقنا عندي، وبعدها سنذهب وسنتحرك. أين أنت يا رفيقي؟ سنتحرك عبر التشانلز، عبر الأنفاق. لا زالوا يقولون لي سير. أوه هنا. Let's go. وجدنا الطريق يا أصدقاء، وبهذا فإن مهمة القنص ستنتهي، وسندخل الآن عبر هذه الطريق وسنتوغل. أعتقد بأنني سأكتف فقط بهذا الآن يا رفاق الأوفياء. وصلنا لهذه التشيك بوينت، سنقوم بفعل السيف جيم. وها هم تشانلز، سندخل عبر التشانلز وسنتحرك. بالنسبة لي أنا سأكتف فقط بهذا، أتمنى أن حلقة اليوم عجبتكم. كذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ولدي الأصدقاء، ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختامة.